اول حاجه بغيت نقولها هو الناس اللي شراو ولا غيشريو الكورس ديال ملخصات الاجتماعيات، الكورس اللي بفضلو تميزوا على باقي التلاميذ، فهموا واستوعبوا الدروس ديال الاجتماعيات بسرعه وبسهوله، غيوصلوهم المصطلحات ديال الاجتماعيات حسب الاطار المرجعي مكتوب باللغه العربيه. اللي اهتم بالكورس انخلي ليه فيديو في اول تعليق يوضح ليه كيفاش يشري الكورس. ثاني حاجه، هادو هما المصطلحات ديال الجغرافيا مستوى اولى باك حسب الاطار المرجعي. ما تنساوش ديروا لايك. اول مصطلح، مصطلح التنميه، هو واحد المصطلح كيدل على التطور او التغير كلي لشي مجال معين، اللي كيزيد بالساكنه الافضل وكيساهم باش تزيد للقدام. مصطلح التنمية البشرية، هي التنمية اللي كتركز على أنها تطور القدرات ديال الفرد باش تحسن الأوضاع الاجتماعية دياله والاقتصادية والتعليمية، وكتعاونه يحسن الأوضاع المعيشية دياله، تعليم، صحة، سكن، شغل، حرية التعبير، وزيد وزيد. والقياس ديالها في كل دولة كيكون بالEDH Indice Development Humain. مصطلح التنمية المستدامة، هي التنمية اللي كتركز على البيئة في البرامج ديالها. الهدف ديالها هو استغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح باش الأجيال الجاية تلقى حتى هي موارد طبيعية باش تعيش. مصطلح مؤشر التنمية البشرية الEDH، هو المؤشر اللي كيتقاس به مستوى التنمية البشرية، وكيكونوا فيه ثلاثة ديال المعطيات: الصحة، معدل أمد الحياة، والمعرفة، القراءة، الكتابة والتمدرس، ومستوى العيش يعني معدل الدخل الفردي. وبها كتصنف الدول على دول الشمال ودول الجنوب. مصطلح دول الشمال، هي الدول المتقدمة اللي عندها مؤشر التنمية البشرية مرتفع، بحال الدول ديال الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية. دول الجنوب، مصطلح دول الجنوب، هي الدول اللي عندها مؤشر التنمية يا إما منخفض يا إما متوسط، وهي الدول المتخلفة ولا دول العالم الثالث. هاد الدول كاينة في إفريقيا، أمريكا اللاتينية، آسيا من غير اليابان وكوريا الجنوبية، وكاين كذلك دول الخليج العربي تاهي كاينة في دول الجنوب. مصطلح المجال المغربي، هو الإطار المكاني اللي فيه الجغرافية ديال التراب الوطني ديال المغرب، وكيجمع الجغرافية البشرية والطبيعية والاقتصادية. مصطلح الموارد الطبيعية، هي الثروات السطحية والجوفية اللي كاينة في شي جغرافية معينة، بحال التربة، النباتات، الماء، الموارد البحرية والطاقية والمعدنية. مصطلح الموارد البشرية، هي الإمكانيات أو الإمكانات والطاقات ديال البشر اللي كاينة في شي مجال، واللي هي اللي كتدعم باش تزيد التنمية للقدام. مصطلح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه واحد العملية أعطى انطلاقة ديالها الملك محمد السادس نصر الله في 18 مايو سنة 2005. الهدف ديالها كان هو تحسين الوضع الاقتصادية والاجتماعية للسكان. مصطلح سياسة الإعداد التراب الوطني، هذه واحد السياسة عامة الهدف ديالها هو تزيد بالتنمية في المغرب، واعتمدت على توزيع السكان والأنشطة الممارسة باش تنظم المجال وتحسن الجودة دياله وتخفف حدة التباينات المجالية في إطار التنمية المستدامة. مصطلح التهيئة الحضرية، هي واحد العمليات ديال الإعداد اللي كديرها الدولة باش تضبط داك التوسع ديال المدينة، لأن المدينة كتولي غدا وكتكبر بالبشر، وكتنظم المجال ديالها الجغرافيا عمرانيا يعني من ناحية السكن، واقتصاديا واجتماعيا، والبيئة والتنمية المستدامة حتى هما. مصطلح التهيئة الريفية، هي واحد التدخلات ديال الدولة باش توفر التجهيزات الإنتاجية في الأرياف وتصوب البنية التحتية ديالها والخدمات العمومية المختلفة. مصطلح الخصاص المائي، هو واحد المشكل ديال الماء، يعني فاش كتكون كمية الماء المتوفرة ما كتلبيش حاجيات الإنسان، يعني النصيب ديال الفرد ملي كيولي قل من 1000 متر مكعب، هنا كيكون خصاص مائي. مصطلح التصحر، هو ملي كتولي الإنتاجية ديال الأراضي عيانة وما قادراش تنتج المادة الحيوية، يعني ما قادراش تلبي الحاجيات الضرورية للإنسان والحيوان،
وهاد الحالة كتكون في المناظر الصحراوية بسبب المناظر الصحراوية وزحف الرمال وعوامل طبيعية ومرات عوامل بشرية. هنا نكونوا سالين المصطلحات ديال الجغرافية. شكرا على الاستماع ونتلاقاو في الفيديو الجاي. إلى اللقاء. وما تنساوش تفولوني في الانستغرام ديالي، ها هو معاد احبوش واحد، ولايكوا هذا الفيديو، وإلى اللقاء.